ينضم إلينا من شرم الشيخ مراسل غد أحمد مصطفى. أحمد، يعني ما هو برنامج فعاليات المنتدى الأفريقي الأول لمكافحة الفساد؟ نعم وائل، قبل قليل افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المنتدى الافريقي لمكافحه الفساد. هذا المنتدى الذي يعقد بمبادره وبدعوه من الرئيس المصري الذي دعا اليه قبل اشهر قليله الدول الافريقيه، وحضر بالفعل ممثلين عن 51 دوله افريقيه، فضلا عن وجود 4 دول عربيه هي الامارات والكويت والسعوديه والاردن. هذا المنتدى سيناقش على مدار يومين آليات وسبل مكافحة الفساد في القارة الإفريقية. اليوم سيكون هناك 3 جلسات ستعقد على مدار اليوم من أجل وضع خطط وآليات لمواجهة والتصدي للفساد في القارة الإفريقية، لا سيما أن هذا الفساد في القارة الإفريقية، القارة التي تعتبر غنية بالعديد من الثروات التي تتيح لها أن تصبح متصدرة المشهد في جميع المحافل العالمية وفي جميع القرارات الدولية، لكنها مع ذلك يعني هي قارة بها أعلى نسبة فقر في العالم، وذلك نظرا لأن بها أعلى نسبة فساد بحسب الإحصائيات التي صدرت مؤخرا عن بعض المنظمات الدولية، ومن ثم هناك يعني نحو 50 مليار دولار بحسب بعض هذه الإحصائيات، تتحدث عن 50 مليار دولار تخسرها القارة الإفريقية سنويا بسبب الفساد. هذا ما دعا إلى أهمية هذا المنتدى الإفريقي الأول للشباب للفساد، عفوا لمكافحة الفساد، وضع أطر عامة يتم من خلالها التحرك بين الدول الإفريقية كافة والتكاتف من أجل التصدي لهذه الظاهرة التي تهدد الجميع، ووضع يعني حلول لها قبل عام 2063، ومبادرات من أجل التنمية الشاملة كما سيتفق الأفارقة المجتمعون هنا داخل هذا المنتدى. نعم، إذن كانت هذه الصورة مع أحمد مصطفى مراسل غد من شرم الشيخ، شكرا جزيلا لك، كنت معنا.